نحن عندما نريد أن نتعلم العزة مدرسة كربلاء تعلمنا العزة. الحسين، أنصار الحسين أعزاء، عرضت عليهم المناصب، عرضت عليهم الأموال، عرضت عليهم الدنيا، كلمة واحدة يقولون بايعنا يزيد بن معاوية ويعطون من الأموال والمناصب والثروات ما يشاءون، لكنهم عرفوا أنفسهم معرفة روحية، لكنهم وصلوا إلى عقولهم الباطنة، لكنهم اكتشفوا طاقة العزة في داخل أرواحهم، فعبروا عن العزة بمواقفهم البطولية. أيام كربلاء أيام العزة، مدرسة عاشوراء مدرسة العزة. أنتم جئتم لتستفيدوا وتنتهلوا من مظاهر العزة الكربلائية، العزة الحسينية. الحسين بن علي، والله ألا وإن الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت. يعني يقول أنا العزة مو بس عندي، أنا أجدادي كلهم هكذا، أبو طالب عزيز، عبد المطلب عزيز، هذه جذور. خديجة حجور، فاطمة بنت أسد حجور، أنا جئت من جذور وحجور، جذور طابت وحجور طهرت، وأنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، أنا عزيز، ولا أفر فرار العبيد، وأبى أن يعيش إلا عزيزا، أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع. يقول السيد الحلي: فتلقى الجموع فردا فردا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع. قوضي يا خيام عليا نزار، فلقد قوض العماد الرفيع، واملأ العين يا أمية نوما، فحسين على الصعيد صريع.